السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شايفين الحمد لله انتهينا من أغلب أعمال الباركيه في هذه الفيلا في هذا المشروع. اليوم قلت بما أنه الباركيه انتهى فبدي أتكلم عن كم حاجة بسيطة لها علاقة بالباركيه والناس اللي بيسألوني عن الباركيه. في أسئلة متكررة بهذا الخصوص، هل الباركيه تنصح به ولا لا؟ طيب كيف مقاومته للموية؟ طيب هو بارد هو حار؟ وأسئلة كثيرة ثانية غيرها قلت أتكلم عنها اليوم إن شاء الله. هذا شكل الدرج بعد ما تلبس بالباركيه، ما شاء الله تبارك الله شكله جدا رائع وما في أي صوت من الدرج. طبعا زي ما تعرفين الدرج هذا حديد متحف، ولكن بمشي عليه بخبط ما في أي صوت تطبيق مع أنه هو حديد متحف. جميلة في الباركين نقدر نركبه حتى على الجدار، فهذا الجدار إن شاء الله سيكون عندنا مغطى بالباركين ويعتبر هو خلفية السرير. دائما أنصح بتركيب الباركين في المناطق اللي نبغى يكون فيها الشكل بسيط جدا، ما في تكلف كثير. الباركين بيديني شكل مرة رائع في المكان، ويعتبر تعتبر ألوانه كلها محايدة أقدر أركب عليها أي شيء ثاني. بالإضافة إلى أنه من الطبيعة يعني خشب أريح من البورسلان لأنه يعتبر مواد كيميائية ومصنعة، وأجمل من السيراميك من ناحية الشكل، وأرخص من الرخام. ففي أمور وعوامل كثيرة تخلينا نختار الباركيه عن غيره. واحدة من أهم الأمور الرئيسية بالنسبة لي في اختياري للباركيه هو سهولة تركيبه وفكه لو ما احتشوا أو لو في أي صيانة. أنصح بالباركيه كثير للناس اللي بيسووا تغييرات في بيوت ساكنين فيها إيجار ما هي ملك، لأنه وقت ما هيمشي ويخرج يقدر يشيله معه. واحدة من الأشياء الجميلة في الباركيه إنه ما يبين عندي أي فواصل زي البورسلان أو حتى الرخام في بعض الأحيان إذا كان تركيبه سيء. وهنا زي ما أنتم شايفين تشوفوا الأرضية كلها واحدة، الأصدقاء ما في أي فواصل، وهذا بيديني شكل جدا رائع. أنواع الباركيه كثيرة والأشكال فيه كثيرة، أنصح دائماً في الأماكن اللي عليها حركة كثيرة أن تكون مغطيات جيدة زي السويسرية والألماني. الباركيه يعتبر مضاد للخدش في الأنواع الجيدة فيه ومقاوم للموية، ما هو مضاد للموية مع أنه فيه أنواع تكون مضادة للموية، ولكن الأنواع اللي تكون مضادة للموية تستخدم غالباً في الحمامات أو عند المسابح ما تكون مصنعة من الخشب، تكون مصنعة من مواد بلاستيكية. فما أخاف على الباركيه نهائياً إنه هو ينخدش عندي بحركة الأثاث أو شيء طاح عليه أو أي حاجة، وحسوي لكم تجربة. هذا مفك معايا، خلينا نجرب على الباركيه ما ينخدش ما يصير فيه شيء. وهذه بصراحة بالنسبة لي واحدة من أكثر الأمور اللي تخليني دائماً مع الباركيه، ما أخاف منه نهائياً. بالنسبة لمقاومة الباركيه للموية فهو يعتبر مقاوم وممكن يعتبر مضاد للموية إذا كان في المنطقة الوسطية ما جاء على الفواصل. أنا هنا حط شوية موية على الباركيه، ولكن أهم شيء عندي ما تجي في الفواصل، يعني هنا في فاصل، أهم شيء عندي ما تخش الموية كثير في الفاصل، لأن الفاصل ما يعتبر معزول، لما تدخل فيه الموية بتدخل في الخشب المضغوط اللي تحته وبتسبب مشاكل. ولكن إذا كانت موية بكميات خفيفة زي هذه اللي شايفينها فما تأثر عندي في الباركيه نهائيا، فيعتبر مقاوم للموية. طبعا الأفضل دائما إنه لو جات أي موية في الأرضية سواء كان في باركيه في بلاط بورسلان رخام إنها تتمسح على طول، وهذا الشيء الطبيعي فما ينخاف عليه. وأنا شخصيا عندي تجربة معاه لمدة 6 سنوات تقريبا الآن في البيت عندي، كله باركيه ما أعاني منه في أي حاجة، بالعكس جدا مبسوط. طبعا بيركب في الأرضية من غير غره، من غير أي شيء يمسكه في الأرض مباشرة، بيركب عاشق ومعشوق، تركب القطعتين في بعض. بيكون تحت الباركيه طبقة من الفلين تقريبا 2 ملي أو 3 ملي عشان تسحب الصوت المزعج اللي يطلع من الخشب الباركيه. طبعا كلامي هذا كله على الباركيه اللي هو الصناعي اللي بيكون سماكته 8 ملي مش الطبيعي، طبيعي مختلف تماما.
طبعا مهم جدا يتم حساب سماكة الباركيه وقت تصميم الأبواب وتصنيعها، لأنه في 1 سنتي بتتاخذ من تحت. هنا الموضوع محسوب عندنا بالملي، فتشوفوا المسافة عندي 3 ملي بس ما بين الخشب والباب. الخشب الباركيه يتمدد بسرعة، فمهم جدا انه يتورد للموقع قبل 2-3 ايام عشان يتمدد على حسب الجو العام، وبعد كده يتم تركيبه في المكان بالكامل، لانه لو جاء على حسب حرارة المستودع ممكن يسبب لك مشاكل بعد التركيب اذا تركب بسرعة. طبعا بالذات اذا كان عندنا كميات كبيرة انا انصح بالعملية هذه، يصير يجي الباركيه قبل 2-3 ايام يجلس الموقع وبعدين يركب. مهم جدا وجود الفواصل هذه عند الأبواب أو في بعض الأماكن لازم تركب، وفيها سببين. السبب الأول هو موضوع التمدد، فالباركيه بنتعامل معه تقريبا زي البلاط، كل 5 متر إلى 8 متر لازم يكون في فاصل تمدد ويكون بهذه الطريقة ونحاول نخبيه. السبب الثاني هو إذا كنت أنا بدي أغير المنطقة هذه فما يحتاج أني أفكها كلها، لأنه أضطر أني أفك الباركيه كله لو كان متواصل. يعني لا سمح الله لو الغرفة هذه صار فيها مشكلة وبدي أغير الباركيه اللي فيها، ما يحتاج إني أفك كل حاجة علينا الصالة، لا، عندي هذا الفاصل أقدر أفك علينا هنا وأغيره. وطبعا هذه الميزة موضوع التغيير هذه اللي ما هي موجودة في أنواع الأرضيات الثانية زي السيراميك والبرسلان والرخام، هنا في الباركيه تنفع. أحب المتابعين اللي يكونوا صاحين معايا، يعني حتى من التصوير ما شاء الله تبارك الله إشراف وملاحظة دقيقة. أحد المتابعين مو عجبته دي الزاوية، هذا مرة حلوة، أنا برضو يعني ما عجبتني، دحين نبغى نشوف لها حل، خلينا نشوف إيش اللي حيصير. المشكلة في الزوايا هذه إنما هي زوايا 45 زي باقي الدرج، يعني نشوف هنا مرة مضبوطة هنا مضبوطة، ولكن هذه مختلفة. ما في مشكلة، ما في مشكلة، خلي هذا الفرق من تحت. انت واخد بالك؟ لو في بقى تهوية يا باشمهندس بالمغرب بقى هم اي يعني. هو المفترض انه يصير بهذه الطريقة، ولكن عشان المواد هذه نفسها ما هي موجودة عندهم دحين حيجيبوها وحتصير في يوم ثاني ان شاء الله. السؤال اللي في السناب اللي فاتت انا اقدر اجاوب عليه بشكل عملي. شوفوا انا هنا في مقر الشركه، احنا في الارضيه مركبين باركيه زي ما شايفين. الباركيه هذا نوعه الماني راكب وشكله مختلف عن شكل الباركيه اللي شفتوه في الفيلا. فاذا كان في المكتب عندي وعندي موظفين وناس رايحين وجايين وعملاء وبستقبل وعليه يعني شغل وكرف كثير كل، وما عندي فيه أي مشكلة من ناحية نظافة، من ناحية لمعان، من ناحية اهتمام، ما عندي أي مشكلة فيه نهائيا، فمعناته ما حيكون في أي مشكلة للاستخدام في البيت، سواء كان في الصوالين، في الصالات، في غرف النوم، ما في أي مشكلة نهائيا. وأنا شخصيا في بيتي كله برد. واحدة من الميزات الجميلة اللي تعجبني في الباركيه إنه ما يبرد زي السيراميك أو البورسلان أو الرخام، فمش لازم طول الوقت أكون ماشي في البيت بالشبشب الله يكرمكم، فأقدر إني أمشي حافي ما في أي مشكلة. طبعا الناس اللي عندهم بورسلان في البيت أو سيراميك أو رخام بيعانوا من هذه المشكلة بالذات مع المكيفات أو في الجو البارد. طبعا يسعدني جدا إنكم تشرفوني في المكتب وتشوفوا الموضوع بنفسكم وتجربوا بنفسكم حتى موضوع الخدش، ما عندي أي مشكلة، فأهلا وسهلا. كمان الناس اللي بتصور الشاشة وتاخد صورة الدرج بالذات في الفيلا، ترى عادي ما في أي مشكلة، ممكن تزوروا الفيلا وتشوفوا بنفسكم وتجربوا بنفسكم. موقع الشركة في جدة على شارع 60 في مبنى بلاتيني جنب دوار الفلك، أهلا وسهلا بكم في أي وقت.